التراوي. لكل حاله ونشوف مع بعضنا الان الصور الكامله لمباراه النجم الساحلي وقاف في القفصه. اما معناها هي معناها راح الملعبي الاكثر اقل، لا عنا علاقه بشكون ضيفنا ولا شكون احد، احنا ناس نخدموا في ميثاق رياضي واحترام كل الفرق الكل، وان شاء الله معناها هذه معناها حوايج ماذا بينا ما نسمعوهاش بكل في مستوى الاعلام او على الشارع او المحب او الرياضي بصفه عامه. جماهير كبيرة تحضر لقاء النجم والقوافل الرياضية بقفصة، والأهم ثلاثة نقاط للفريقين، النجم من أجل بقاء على بعد نقطتين من الإفريقي، والقوافل من أجل تجديد الملاحقة على المرتبة الرابعة. موسم 2005-2006 طارق سالم على الاتحاد المنستيري يسجل هدف في وقت قاتل، سواء أنذاك خسرت نجم البطولة، فهل التاريخ يعيد نفسه؟ تشكيلة النجم تعرف بعض التغييرات، فرضتها غيابات التراوي وبراضي للإنذار الثالث، أيمن عبد النور مدافع أيسر، ومهدي مرياح مدافع أيمن، وجيلسون على بنك الاحتياط. سؤال اليوم يظل يسوء الحظ يرافقك اليوم مع غياب في مباراة مهمة بالنسبة للنجم الهادي الساحلي. والله يلا غالب ظهر لي آخر حاجة كان واحد يتمناها، اما كيما نقولوا احنا زاد ان شاء الله معناتها وقفت، خاطر تقعد تلعب دوز افيرتيسمون خايف معناتها تجيك في ماتش اخر، جات معناتها بطبيعتها ان شاء الله تو يقعدوا لي دو ديرني ماتش، نرجع ان شاء الله نعاون صحابي بالكدا 100 متر الاخر نتاع كيما نقولوا احنا باركور الاخراني، كل خطوه الاخر نتاع الشامبيونان ان شاء الله نكملوا افيك بوتي معناتها الفينيش تاعنا. في المقابل قوافل القفصه تنزل بتشكيلتها المثاليه مع اللعب بثلاثه مهاجمين بابا جورج كازادي والمعمر، والتحكيم التونسي يعود للقاءات النجم من خلال الحكم سمير الهمام. أبناء مارشون يحاولوا المباغتة منذ البداية، مخالفة من مرياح، رأسية الشرميتي وبن ثابت يتصدى، عملية كانت مسبوقة بتسلل. قوافل القفصة أغلق كل المنافذ وكان واقف كما يلزم في وسط الميدان، وشل حركة كل من الغربي وأوغومبي اللي كان أحسن لاعب في صفوف النجم ومول زملاء بكرة ثمينة، على غرار هالعملية للشرميتي والاعلان على التسلل من جديد، تسلل احتج عليه ابناء النجم. 24 دقيقة، هفوة من حمزة الادب في ترجيع الكرة، يتبعها بن ظيف الله، يدخل معاه بن ثابت، والحكم سمير الهمامي يعلن على ضربة جزاء، وينظر معز بن ثابت. عفوان الغربي يتقدم ينفذ، وبن ثابت يتصدى ويخلي النتيجة التعادل 0-0. فرصة افتتاح النتيجة تضيع، عامل أثر على عطاء لاعبي النجم اللي كثر عليهم الضغط والتمريرات الخارجة. في المقابل القوافل حاول استغلال فترة الفراغ اللي مر بها زملاء الفالحي، هذه مخالفة من طارق سالم المثلوذي يحط الكرة في الركنية، النجم يجيب بعملية من الشرميتي وقومبي موه، وبن ظيف الله كورته فوق المرمى. آخر فرصة في الشوط، طارق سالم يصوب والمثلوذي يتصدى 0-0، والإفريقي في المنزل يسجل في الوقت البديل، أبناء باب جديد يلتحقوا بالنجم، وإليكم الترتيب. تو يظل الأمور بدات تصعب شوية، النادي الإفريقي تو كان مسجل هدف. قلتلك مركزين على ماتش وينا، إن شاء الله ننتصروا تزامتنا. الشوط الثاني ينطلق ببعض التأخير في انتظار انطلاق لقاء المنزل، والنجم يمر للسرعة القصوى ويخلق عديد الفرص. أيمن عبد النور يوزع تمهيد بالرأس من أوغومبي، والشرميتي كورتو ضعيفة في دين بن ثابت.
ثم عملية ثانية مهدي بن ذيفلة ليقوم به يراوغ ويسوق وكورته جانبية. هذه مخالفة يتحصل عليها مهدي بن ذيفلة تتنفذ بسرعة الغربي للشرميتي ليقوم به يضيع الفرصة أمام شباك خالي. عملية احتج عليها بنك قوافل القفص. المدرب مارشون يلعب ورقة جيلسون مكان الغربي. لاعب الرأس الأخضر يحاول يتوغل من اليسار يوزع والحارس يتصدى. بعد هالفرصة مستوى النجم ينزل وكأنه العامل البدني بدا يأثر على زملاء الشرميت وخلى المجال للقوافل اللي كان خطير عن طريق الهجومات المعاكسة اللي قادها حمودة المعمر. المعمر يمرر لبابا جورج يسقط والحكم الهمامي ينظر هالأخير أمام مطالبة أبناء القوافل بضرب الجزاء. ثم هجوم معاكس يقوده بابا جورج يراوغ عبد النور المثلوذي في مرة أولى والفالحي في مرة ثانية ينقذ الموت. النجم يجيب بكرة ثابتة. هذه مخالفة من مهدي مرياح ترجع قدام مصعب ساسي يصوب توصل لجيلسون في المتابعة يسجل والحكم المساعد الأول يعلن على تسلل. 5 دقائق قبل النهاية الكرة تخرج 6 أمتار. معز بن ثابت يشتكي للحكم من بعض المناوشات من طرف بعض المتواجدين وراء المرمى لكن الحكم ينظر ويعتبر يضيع في الوقت. انذار يساوي الورقة الحمراء باعتباره الثاني وفي الأثناء يتوقف اللعب لبعض الدقائق. شنو اللي صار ما بين وجهات زروق يصبح الحارس بعد ما استوفى القوافل 3 تغييرات. القوافل ورغم النقص العددي فانها كانت خطيره خاصه عن طريق حموده المعمري على غرار هالهجوم المعاكس وموسى ناري يدخل معاه والحكم يمضي. اول تعادل بين الفريقين بعد 8 مباريات والنجم يخسر 2 نقاط هامين على ميدانه ويخلي الإفريقي يلتحق به في المركز الأول والحوار سيبقى مفتوح لباقي الجولات. وبرافو للقوافل على المردود الممتاز اللي قدمته. يظهر نتيجة غير منتظرة. كاو ضيعنا بينالتي من الأول جاو مساكين التالي قلت تربي مازلت عنا شو إن شاء الله إن شاء الله. شنو اللي صار ما بينك انت ومعز بن ثابت؟ صار حد شيء كلمته قلت له علاش يا معز ضايع في الوقت يا اخي تلفت له بزق علي شافوا الاربيتر خرج له الصفره الثانيه ما قلت له حد شيء والله. مسيو مارشان ان ماتش نول ان اتوندو. Oui, mais en football, tout est possible. Quand on marque pas de but, quand le tournant du match est un peu le penalty, qui aurait sûrement changé la face du match. On aurait marqué ce penalty, on aurait été adossé au score. L'équipe de Gafsa aurait été obligée de sortir un peu plus, donc ça nous aurait peut-être aidé. Malheureusement, on n'a pas eu la réussite offensive aujourd'hui. On a raté des buts, quasiment sur la ligne de but quand Gembe reprend. Ça n'a pas voulu sourire aujourd'hui. Il y a des jours où ça a souri. Aujourd'hui, on n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait dans l'agressivité pour la mettre au fond. Gafsa a bien défendu. Mon nom, c'est Lissard. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Je suis le joueur qui a le cas. Je suis le changement de l'étoile. Normalement, quand il y a un changement de l'étoile, l'arbitre, il y a le juge de touche. Je suis le joueur. Il y a le joueur, le joueur, le joueur. محمد مجدي بن محمد ولا اسمه وان بليس كسا يلعب في النجم الرياضي الساحلي اللي بيعمل رياكسيونات هكاك يبزق ويسب مش معقول. كي جات العين في العين قلت له شتوت في الوسط وكاو يعني نتاع بلاده وحظ مي يكذب عليك يكذب عليك يقول لك جارديان شت بينانتيرا البينانتي حظ. بعد زوز هزايم متاليه امام جندوب الرياضيه و
وباجا بالرغم اللي قدم قفل الرديب بقفصه مردود ممتاز في تلك المباراتين هذوما. اليوم اللاعبين حبوا يعملوا راكسيون، حابين نخرجوا من سلسله الانتاج السلبيه هذه حتى نرجع الاعتبار للفريق قفل القفصه اللي يستحق حقيقه يعني مرتبه خير من هكا. وفعلا اليوم اللي شفتوا اللاعبين قدموا مباراه بطوليه. اكيد درسنا الفريق نجم الساحلي طريقه لعبه، نقاط قوته نقاط ضعفه، حطينا ديسبوزيتيف باش وقفنا نقاط قوه نجم الساحلي، ولعبنا على الهجمات المرتده اللي شفتوها معنا في بعض في عدد الحالات كانت تثمر معنا هدف لصالحنا. احنا غدوه الحي يوم الاثنين باش تخرج لجنه تعصر واحد محل اخرى، فماش امكانيه تاع قبول الملعب مره اخرى. اذا ما صارش بعد يوفرونا بان معنا الملعب ماهوش ممكن باش نلعبوا فيه، نلتجوا لمطالب البلديات في كامل ولايات تونس اللي هو معنا اقرب نقطه ماذا بينا باش يكون الجمهور تاعنا معنا في كاس في مقابله البطوله والكاس. واذا معنا قبلتنا القصري مرحبا، اذا قبلتنا صفاقس مرحبا، اذا قبلتنا معنا اي مدينه اخرى احنا رانا مشينا مخيرين. أنا سبق مقابلة باجة طلبنا صفاقس وترفضت، طلبنا القاسرين وترفضت، سوسة بتدخلات وبشكورين للدخل باش يكون معنا المباراة في سوسة وساعدتنا معنا باش نبقوا على عين المكان.